وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد، ففي بداية كلمتي أشكر الإخوة القائمين على هذه الصفحة المباركة ودعوتهم لي للمشاركة في هذه الندوة المباركة سواعد الإخاء، وأسأل الله عز وجل أن يجازيهم أحسن الجزاء، وأتشرف بوجودي مع هذه الكوكبة العلمية من المشايخ الفضلاء والأساتذة الكرام والمقرئين الكرماء. ومن المواضيع التي عرضت علي قبل 5 أيام للمشاركة بها في هذه الندوة المباركة موضوع ما يجب عليه أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتأيته لحاجة شبابنا له كحاجتهم للهواء أو أشد. فالقصور في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعكس على مرحلة الشباب سلبا، ويتحول إلى قصور آخر في اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله الاقتداء به، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والبحث عن القدوة والتشوف إليها ولها مركوزة في النفوس من عمر الطفولة إلى عمر الشباب، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. بين هاتين المرحلتين يحاولون أي الشباب تقليد الآخرين في طريقة أكلهم وشربهم وكلامهم ولباسهم وأخلاقهم وحتى عقيدتهم. لذلك وجب على العلماء أن يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتاح لهم الفرصة والفرص في وسائل الإعلام لتقديم صورة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للشباب من جميع النواحي، حتى يتعرفوا عليه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب، لأنهم إذا عرفوه أحبوه، وإذا أحبوه أطاعوه، وإذا أطاعوه اتبعوه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. فإذا كانت الجملة الأولى من شهادة الدخول في الإسلام الإقرار بوحدانية الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فإن الجملة الثانية هي الإقرار برسالة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن حرف منحرف أو زاغ زائغ وما حاد حاد عن منهج الله وعن الجادة إلا بسبب جهله برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاب الله على المشركين وأنكر عليهم أنهم لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذه المعرفة ليست معرفة مجردة، وإلا فهم كانوا يعرفون أصله ونسبه وسيرته، ولكن المقصود من المعرفة هي اتباعه والتصديق به. هكذا المسلمون اليوم كثير منهم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرفه، ولكن أين الاتباع؟ أين الاتباع؟
فتجد المعرفات المجردة نقرأ للمستشرقين وغيرهم أنهم يعرفون كل تفاصيل كل التفاصيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الاتباع؟ أين التصديق؟ أين الإيمان به؟ والدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد العناية بالشباب من الأمور المهمة التي اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الشباب في الصدر الأول اهتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما. انظروا أيها الإخوة الكرام، اهتموا بالرسول حتى أحصوا عدد شعرات شيبه صلى الله عليه وسلم. كم عدد شعرات شيب الرسول في لحيته الشريفة؟ اهتمام عظيم. لذلك يجب على الشباب المسلم أن يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعطوه من التعظيم والتوقير حقه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما يجب على الشباب أن يعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان حسن الخلق، حتى وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسن من أخلاقك يا شبابنا، حسنوا من أخلاقكم. فإن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في الشوارع، أين أخلاق الرسول في الأسواق؟ أين أخلاق الرسول في المحاكم؟ أين أخلاق الرسول في المدارس، في المعاهد، في الكليات؟ أين أخلاق الرسول بين الأسر، في البيوت؟ أين هي؟ حتى كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام الكثير من الناس. لو اتبعنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقنا واتبعناه في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لأسلم كثير من الناس ولدخلوا في الإسلام بدون أن نقول لهم عن الإسلام شيئا، لأنهم يحبون الناس تحب الأخلاق الفاضلة الحسنة. نكسب الناس بالأخلاق، لا نكسبهم بالأموال. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت متكاملة قبل البعثة وبعد البعثة، وهذا ظاهر من كلام أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا الحديث رواه البخاري. هذه أعظم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وارتفعت وارتقت إلى السماوات العلى بعد نزول الوحي عليه، بعد أن زكاه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويستحيل أن توجد في البشر أخلاق حسنة كاملة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما غضب لنفسه قط، وما انتقم لنفسه قط، إلا إذا انتهكت حرمات الله فحينئذ ينتقم. وما ضرب أحد بيده صلى الله عليه وسلم، بل وما عاب طعاما قط. وقد يعرف الشخص كم من مرة يعيب الطعام على أهله: هذا حار، هذا بارد، تأخرت في طهي الطعام، وغير ذلك مما هو واقع ونسمعه. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس الذي خدمه 10 سنين: أوف قط. ما قال له أوف قط صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعله: لما فعلت كذا، ولا لشيء
لم يفعله لما لم تفعله؟ لم يقل ذلك 10 سنوات ونحن قد نصادق شخصا ونصاحب شخصا لمدة أسبوع، وكم من شخص سافرنا معه فظهرت أخلاق سيئة في مدة أسبوع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما ظهر عليه إلا الخلق الفاضل الحسن، ولا خير بين شيء بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما، وما جمع المال لنفسه صلى الله عليه وسلم. ومما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صادقا أمينا نقي السريرة طاهر القلب صلى الله عليه وسلم، طاهر العشرة والمعاشرة والمخالطة مع الناس، يؤثر في الشباب قبل البعثة ولا يؤثر فيه، أما بعد البعثة فهو مطاع صلى الله عليه وسلم ويطاع. ولذلك فمصداقية الدعوة إلى الله عز وجل ترتبط ارتباطا وثيقا بصدق الداعي، بصدق الداعي إلى الله عز وجل. ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان راجح العقل كيسا زكي النفس صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة صلى الله عليه وسلم، وكان يخلو بنفسه ويتفكر في خلق السماوات والأرض وصلى الله عليه وسلم ويتحنث، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأمر التفكير هو دليل على قوة الشخصية وسلامة العقل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينفعل صلى الله عليه وسلم. ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وسطي في كل شيء. وقد تحدث الأستاذ الفاضل قبل قليل عن التطرف، فالإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ربى في الشباب وزرع وغرس فيهم الوسطية، ربى الشباب على التوازن والوسطية، ولذلك كان يصحح كل فهم متجاوز للحد. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن 3 رهطين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن مال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، أما الثاني فقال: أنا أصلي الليل أبدا، أما الثالث فقال: أنا لا أتزوج النساء. فلما سمعهم رسول صلى الله عليه وسلم جاءهم فقال: قلتم كذا وكذا، أما أن إني أفطر وأصوم وأقوم الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، فاتبعوا سنة نبيكم إن أردتم النجاة في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المنهج السليم في التربية والسلوك، لأن طغيان جانب على جانب آخر يؤدي إلى خلل في بناء شخصية الإنسان، في بناء ذات الإنسان خصوصا الشباب، فيؤدي إلى خلل في بناء المجتمع وتكوينه. ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم رفيقا رؤوفا رحيما، وهذا مما زاد في تعلق الشباب بالنبي صلى الله عليه وسلم والتفافهم حوله. قال الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومدح الله تعامل نبيه صلى الله عليه وسلم مع الناس باللين والرفق، فقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لينت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوليك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. جاءه شاب يستأذنه في فاحشة الزنا، أمر عظيم خطير جرم كبير، فاحشة الزنا من الكبائر من الموبقات. فبماذا رد عليهم وأنتم أعلم أساتذتي الأفاضل، بماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه ردا شافيا، ردا شافيا، وبالدعاء له رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لطف النبي صلى الله عليه وسلم، رفق النبي صلى الله عليه وسلم، لين النبي صلى الله عليه وسلم، هو المربي يكون الأجيال صلى الله عليه وسلم، ما عنفه، ما نهاره، ما قهره أبدا. فقال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، فداءك يا رسول الله. قال: هو للناس يحبونه لأماتهم. وهكذا أتحبه لعمتك، تحبه لخالتك؟ وهو يقول: لا والله. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ودعا له، فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحصن فرجه. فلم يكن لهذا الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يثني على الشباب، لا ننفر الشباب، لا نقصي الشباب فنكسبهم، نثني عليهم إذا عملوا عملا ولو كان قليلا. إذا وجدت شابا في المسجد فأثني عليه فأمدحه وأشكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الشباب. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ما رأى الرؤيا فأراد تعبيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأختي حفصة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. هذا شاب لا يتجاوز عمره 15 سنة، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجولة. رجل، الرجولة ليست في قوة العضلات ولا بمصارعة الناس، وإنما الرجولة هي مدى علاقتك بالله. هل قوية؟ فأنت رجل. إذا كانت علاقتك مع الله قوية فأنت رجل، وإذا كانت ضعيفة فحاول أن تقوي رجولتك. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس للأكل والشرب وإنما للعبادة، هذه الرجولة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الشباب يجب أن يكونوا رجالا في الدفاع عن الدين وعن العرض وعن الوطن. ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان صلى الله عليه وسلم يزرع الثقة في نفوس الشباب بإعطائهم المسؤوليات، وكل واحد يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية التي تناسبه. وأنا أذكر محطات فقط، يعني عناوين، ولا أفصل، لأن هذا الموضوع موضوع يحتاج إلى دروس ومحاضرات، والأمثلة من ذلك وهي كثيرة. من ذلك أن أول سفير عينه النبي صلى الله عليه وسلم، أول سفير في الإسلام عينه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مصعب بن عمر. كلفه بمهمة الدعوة والتمثيل، أنه يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يمثل الإسلام. وكان فقيها وكان حافظا لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم الناس في المدينة. فأسلم على يديه الخير والبشر والناس كثر، البشر الكثير أسلم
بيوتات في المدينة المنورة أسلمت على يد هذا الرجل مصعب الخير. واستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء القيادة، أعطاه الإمارة وهو شاب. كذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم اللغات الأجنبية، يترجم له الرسائل، فتعلم اللغة العبرية العبرانية والفارسية واللاتينية، قيل أنه تعلمها في 17 يوما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه النماذج التاريخية لشباب الإسلام يتبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف طاقات الشباب الخلاقة، وكيف كان يزرع في نفوسهم الثقة. وهكذا يجب على كل من له مسؤولية أن يعمل على كسب الشباب، أن يدلوهم على الله وعلى هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحترم أحزان الشباب، هموم الشباب، مشاكل الشباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد جابر بن عبد الله يبكي على وفاة واستشهاد أبيه، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة، وكان امرأة تبكي عليه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. يؤنس جابر بن عبد الله ويدخل عليه السرور والفرح بعد الحزن. ما يجب أن يعرفه الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان يعامل زوجته الشابة، أختار فقط زوجة، وإلا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ألفت فيها كتب ومؤلفات. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها شابة، وكان يقدر حاجتها إلى الترفيه والترويح قليلا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسابقها، كان يسابقها فتسبقه ويسبقها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هاته بتلك يا عائشة، هاته بتلك. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وتقول: وأنا جارية. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بالشباب ويسعى في معاونتهم وحل مشاكلهم وتزويج فقرائهم. هذا مما ينبغي أن نفعله، خصوصا من لهم مسؤولية دينية من العلماء والدعاة. فهناك من الشباب قد لا يكفيه كلمة، لا تكفيه كلمة ولا دعوة، وإنما أن نحاول أن نعمل من أجل التخفيف عن معاناته. جليبيبا كان فقيرا دميما رضي الله تعالى عنه، ما كان عنده أسرة ولا أهل ولا دار ولا بيت ولا عمل ولا شيء، مقطوع كما نقول. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك رغبة في الزواج؟ قال: يا رسول الله، ومن يتزوجني؟ أنا فقير. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحسن بيت وإلى أجمل بنت فخطبها لجليبيب، فما رفضت، قالت: وافق رسول الله. هذه المرأة خطبوها الأغنياء والأثرياء ومن له مكانة في المجتمع ترفض، ويأتي جليبيب فقير فتتزوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، فكان يقدم الخير وينفع الناس
وكان متواضعا صلى الله عليه وسلم، يجالس الفقراء والمساكين ويأكل معهم صلى الله عليه وسلم، ولا يتميز عن أصحابه. كان إذا دخل المجلس صلى الله عليه وسلم فيجلس حيث ينتهي به المجلس، ولكن لا نفهم الأحمد يجلس في المكان والصحابة يجلسون في أماكن أفضل. لا، الرسول كان يقدم الأفضل. أستاذ أحمد. نعم سيدي. بإيجاز جزاك الله خيرا نظرا لضيق الوقت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار، وأسمحكم إن أخذت من وقتكم، الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار كان رحمة، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، ما أحوج البشرية إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ما أحوج البشرية إلى يسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ما أحوج البشرية إلى سماحة وسموحة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل من الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا ويسر أمورنا، والحمد لله رب العالمين. وأسمحكم منه.